حتى اليوم يا اخي العزيز رانا درنا حمله تحسيسيه فيما يخص الوقايه من حوادث المرور تزامنا مع دخول فصل الصيف للناس اللي راهم يستفادوا من العطل والاجازات ويستعملوا الطريق بكثره. لذر اول بدايه يغير الاتجاه بدون اشاره وهذه ضروره كبيره من في البلاد هما الشرطه يعني هما اللي حكمين متكلفين بالبلاد يعسوا الحوايج هذوك المراحل. باشرت قيادة الدرك الوطني بحملة تحسيسية وطنية تحت الشعار تحكم في سياقتك تستمتع بعطلتك. تمتد هذه الحملة التحسيسية إلى غاية نهاية شهر أوت بحول الله. في هذا الإطار نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج بخرجة ميدانية بالطريق الوطني رقم 45 مفترق الطرق الحمادية بحملة تحسيسية مع مختلف مصالح الأمن والحماية المدنية ومختلف شركاء الفاعلين في مجال المرور. هدف من هذه الحملة التحسيسية هي توعية وتحسيس مستعملي الطريق بخطورة حوادث المرور وضرورة احترام قانون المرور وقواعد السياقة السليمة كعدم الإفراط في السرعة، عدم التجاوز في المعالجات الخطيرة، عدم استعمال الهاتف النقال أثناء السير، كما تم توزيع مطويات على مستعملي الطريق تتضمن توجيهات وإرشادات في مجال قانون المرور. إن شاء الله أتمنى لهم عطلة سعيدة إن شاء الله خالية من حوادث المرور.